أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. الحكومة تؤكد وضع جملة من الإجراءات للتعامل مع الاعتداءات الحوثية على المواد النفطية. أبناء المديريات الوسطى في شبوة ينضمون للمطالبات بإخراج عناصر الإخوان من معسكر عاري. وقفة احتجاجية في تعز تندد بالاختلالات الأمنية وحالة الفوضى التي تعيشها المدينة. أهلا بكم. أكدت الحكومة أنها وضعت جملة من الإجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية. حمل مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف. اجتماع استثنائي لرئاسة مجلس الوزراء في العاصمة غدا تدرس فيه الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من ميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي. ووافق المجلس على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية، مؤكدا على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي وبالمقدمة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات. واعتبر المجلس الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من الميليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران التي لم تتوقف آثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ومن خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية تدرك تماما أن هذه الميليشيات لن ترضخ للحل السياسي ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات. وأكد عبد الملك أن الحكومة تدرك أولوياتها ولا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين. اطمأن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي على سلامة العاملين بميناء الضبة ومؤكدا حرص السلطة المحلية على سلامتهم ومتابعة استحقاقاتهم ومطالبهم. تفقد المحافظ خلال زيارة قام بها لميناء الضبة النفطي ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فايز التميمي وقيادة شركة بترو مسيلة الأضرار الناتجة عن الضربة الأخيرة للطائرات المسيرة الحوثية على ميناء الضبة للإضرار بالمنشآت الاقتصادية الوطنية الكبرى. تتواصل وفود مديريات وقبائل محافظة شبوة تباعا إلى مخيم اعتصام أبناء المديريات الشرقية وذلك لإعلان التضامن مع مطالب قبائل آل بلعباد في إخراج عناصر الإخوان المتمردة من معسكر عارين إلى خارج المحافظة. تجسيدا للتضامن والتعاضد بين أبناء محافظة شبوة، هذه وفود أبناء المديريات الوسطى عتق والصعيد ونصاب تصل إلى مخيم اعتصام أبناء المديريات الشرقية في منطقة شبوة القديمة المطالبة بإخراج عناصر الإخوان من معسكر عارين. من هنا نحيي كل أبناء المديريات الشرقية ونحن أبناء المديريات الوسط في محافظة شبوة، وصولنا اليوم هو دعما لهذا الاعتصام وسنظل شركاء في هذا الاعتصام وسندعو أبناء محافظة شبوة في الأيام القليلة القادمة إلى الاعتصام الكبير الذي يشمل كل أبناء المحافظة من بيحان إلى بير علي أن يتواجدوا في هذا المخيم، وتعتبر الرسالة الأخيرة لتلك الميليشيات نيابة عن قبائل بلعبيد وأبناء المديريات الشرقية وضيوفنا الكرام أصحاب
المديريات الوسطى محافظة شبوة، نرحبهم مخيم الاعتصام مفرق عارين، واحنا لنا اليوم الاسبوع الثاني على التوالي للمخيم هذا وصامدي صمود الجبال، ونرحب باخواننا ترحيب حار وهم سند لنا دائما في السراء والضراء. البيان التضامني الذي ألقاه الشيخ القبلي لحمر علي الأسود أكد على تأييد أبناء المديريات الوسطى وموازرتهم الكاملة لمطالب قبائل آل بالعبيد والمديريات الشرقية عامة، مشددا على سرعة الاستجابة للمطالب الشعبية بإخراج عناصر الإخوان من عارين. نقول لهم أهلا وسهلا، وما أتونا إلا أخوانا سندا ومددا وعضدا لنا ضد قوات التمرد الذين يتمركزون في عارين، وهذا يعني قدومهم إلينا يزيدنا ثباتا وصمودا في مواجهة هؤلاء الذين يشكلوا خطر على المنطقة. نحن جينا من مديرية الصعيد وعتق ونصاب نهاجر أخواننا في عارين، المعتصمين في عارين، ونطالب برحيل القوات الأخوانية من مناطق الشرقية. احنا هنا في الصحراء فانا واقفين بالوقف لما يخرجون هذول المتمردين الذين يوقفون يعني قريب من الأنابيب البترولية، فان هذا لن نرضى به، وانها هنا صامدين. بات الصوت الشبواني الذي يعبر عنه مخيم الاعتصام هذا موحدا لإزالة كل من يحاول تعكير الأمن والاستقرار في المحافظة. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. نظم العشرات من المواطنين بمدينة تعز وقفة احتجاجية تنديدا بالاختلالات الأمنية التي تعيشها المدينة في ظل انتشار العصابات المسلحة التي تمارس جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، بالإضافة إلى ممارسة أعمال النهب والسلب للأراضي وعلى المحلات التجارية. تستمر الفوضى بمدينة تعز ويمرح القتلة والمجرمون، بينما الشرطة العسكرية مشغولة بمرافقة سيارات القات. شعار رفع في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من المواطنين أمام مبنى إدارة شرطة المحافظة، وذلك على خلفية الاعتداء على فتاة بحي الكهرباء وسط المدينة من قبل أحد الجنود يدعى عبد الواحد القيسي. تعز بحاجة للدولة، وكف العبث عن أبنائنا وبناتنا في المدارس في الجامعات، والابتزازات التي تحدث مبطنة من أجهزة لها علاقة في المحاور. نسبة الجريمة كبيرة، ونسبة المجرمين في المحافظة كبيرة، وأغلبهم ينتسبون لقوات الجيش والأمن، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نطالب المجلس الرئاسي بالتدخل السريع. كما رفع المحتجون في الوقفة شعارات منددة بالانفلات الأمني الذي شهدته مدينة تعز ولا تزال. أحد هذه الشعارات مفادها أن الوساطة للمجرمين جريمة تمهد لارتكاب جرائم أخرى بالمدينة، في إشارة إلى تلك الواسطات التي تتدخل عقب كل حملة أمنية تنطلق بالمدينة لملاحقة وضبط أفراد العصابات المسلحة. خرجنا اليوم لنطالب المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بإقامة مجموعة من الإصلاحات في المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل إيقاف الانتهاكات ضد المواطنين، من أجل إيقاف العصابات ضد المواطنين التي تمارس النهب الأراضي وتمارس أيضا القتل والجرائم الوحشية بحق الناس. يرى المحتجون أن لا سبيل لضبط الأمن بداخل مدينة تعز إلا بتدخل مباشر وعاجل من قيادة المجلس الرئاسي، على أن يحدث التدخل الرئاسي تغييرا شاملا بداخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، لطالما وإن المجرمين والمتسترين على الجرائم المرتكبة بداخل المدينة هم بالأساس أفراد وضباط بالأمن والجيش. رمز مختار، لقناة الغد المشرق، تعز. افتتح وكيل محافظة تعز مشروع تأهيل مدرسة الشهيدة نعمة رسام بتمويل من خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية، وذلك بهدف إعادة تطبيع الحياة في المحافظة.
دعما للقطاعات الحيوية والبنية التحتية في مديريات الساحل الغربي المحررة. تم تدشين مشروع تأهيل مدرسة الشهيدة نعمة رسام بملحقاتها المختلفة تنفيذا لتوجيهات العميد الركن طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي. وتضمنت عملية التأهيل إنشاء معمل للرسم ومعمل للخياطة وتجهيز ملعب رياضة وتأثيث إدارة المدرسة والمكتبة وطباعة الكتاب المدرسي لطالبات المدرسة وتزويدها بمئة كرسي مزدوج وفق خطة احتياج المدرسة. وأعرب مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة عبد الواسع شداد عن بالغ شكره للخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية على دورها في دعم القطاع التعليمي بتعز، داعيا كافة المنظمات والجهات الإنسانية إلى تبني مشاريع وأنشطة مماثلة تدعم قطاع التعليم في المحافظة. وأشاد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي بالدعم الإنساني والتنموي من العميد طارق، وخصوصا في قطاع التعليم الذي تعرض لتدمير ممنهج من قبل الميليشيات الحوثية. وأكد رئيس فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بالمحافظة الشيخ عبد السلام الدهبلي أن العميد طارق يولي تعز كل الرعاية والاهتمام، وأن الخلية الإنسانية لن تدخر جهدا في تقديم الدعم الإنساني لهذه المحافظة التي تحاصرها الميليشيات الحوثية منذ 8 سنوات. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. لقاء في المكلا يناقش سبل تعزيز إنقاذ أو إنفاذ القانون وحقوق الأفراد وحرياتهم. أهلا بكم جديد. ناقش لقاء لقيادات السلطة التنفيذية والقضائية والأمن في المكلا أوضاع السلطة القضائية والسبل الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء والمؤسسات العدلية وأجهزة إنفاذ القانون. وتطرق الاجتماع إلى دعم استقلال القضاء والقضاء في تحقيق مبادئ العدالة وحقوق الأفراد وحرياتهم وأهمية التنسيق المتبادل بين السلطة التنفيذية والقضائية والجهات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتسريع بإنجاز قضايا المواطنين. ضمن احتفالات أعياد ثورتي 14 من أكتوبر و30 من نوفمبر، نظمت دائرة الأنشطة الطلابية بمعهد الدكتور أمين ناشر معرض العلم والإبداع برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن. تحت شعار العلم والإبداع نفذت دائرة الأنشطة الطلابية في معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية معرض بمناسبة أعياد ثورتي 14 من أكتوبر و30 من نوفمبر. نحن سعداء اليوم أنه متواجدين في صرح تعليمي كبير متمثل بمعهد معهد أمين ناشر، ونتشرف بالتواجد مع الأخ عميد المعهد الذي يبذل جهود طيبة يعني في انتشال المعهد من وضعيته السابقة خصوصا بعد حرب 2015. وطبعا المعرض هذا يقام بمناسبة أعياد الذكرى 55 للثورة 30 العيد الاستقلال 30 من نوفمبر. نحن في معهد أمين ناشر نحاول قدر المستطاع إلى جانب التعليم أنه نوفر مثل هذه الظروف بالرغم من شحة الإمكانيات سواء كان في الموازنة أو حتى بالموازنة اللي كانوا الناس يعتقدوا أنه يعني، لكن في كل الأحوال نحاول قدر المستطاع ونحن على استعداد لدعم شبابنا وشاباتنا. المعرض تضمن لوحات رسم ومجسمات طبية وطبق خيري لدعم الأيتام بالعاصمة عدن، بالإضافة لتكريم المشاركين في المعرض. احنا أقمنا معرض خاص بالطلاب من ناحية الرسم الحر والرسم المجال الطبي والصحي ومجسمات طبية عشان يظهر إبداعات الشباب، وكمان يكون في تنوع في من ناحية الشباب من ناحية الدراسة وإبداع المواهب وهكذا. حضوري اليوم للمشاركة في معرض العلم والإبداع الذي أقامه معهد أمين ناشر الذي يضم بعض اللوحات الفنية والمجسمات العلمية بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية. معرض العلم والإبداع
أقيم بدعم من دائرة الشباب والرياضة في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك في إطار اهتماماتها بإدماج فئة الشباب بالمجتمع. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن. نهاية النشرة، تذكير بالعلوي. الحكومة تؤكد وضع جملة من الإجراءات للتعامل مع الاعتداءات الحوثية على البوادي النفطية. أبناء المديريات الوسطى في شبوة ينضمون للمطالبات بإخراج عناصر الإخوان من معسكر عارين. ووقفة احتجاجية في تعز تندد بالاختلالات الأمنية وحالة الفوضى التي تعيشها المدينة. لمتابعتنا عبر البث المباشر، زوروا موقع القناة الغدوانية.com وتطبيق نبض الإخباري. دمتم بصحة.